أهلا بكم. أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك المركزي المصري. وأظهر تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء توقعات الوكالة الدولية حول أداء الجنيه المصري، والذي أشارت فيه إلى استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير. كما توقعت فيتش أن يسهم كل من تحويلات العاملين بالخارج والانتعاش التدريجي في السياحة في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري. ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ذكرت أنها تعمل على أكثر من محور لتحسين مناخ الاستثمار ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها. وخلال لقاء برؤساء أكبر مكاتب المحاماة والمحاسبة، أكد رئيس الهيئة محمد عبد الوهاب أنه تم تخفيض زمن أداء بعض الخدمات بالمناطق الحرة خلال ساعتين بدلاً من يوم عمل. كما شهد اللقاء مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام المستثمرين، كتطوير التشريعات الاستثمارية المتعلقة بنشاط الشركات الناشئة وريادة الأعمال. أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقدم ترتيب مصر ب 43 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالي. وأكد وزير الاتصالات عمرو طلعت أن مصر تشهد نمواً متزايداً في عدد مشتركي الهاتف المحمول، والذي تجاوز حاجز 98 مليون مشترك. وطبقاً للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف GSMA المحمول عن عام 2020، أصبحت مصر بالمركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات، وحقيقة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. شهدت وزارة البترول توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها. يهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى نحو 1.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً. ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات جلسة التعاملات على ارتفاع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.4 مليار جنيه. نتحول الآن إلى المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 11064 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 74% ليغلق عند مستوى 3977 نقطة. إلى الاقتصاد العالمي، حيث كشف مسح اقتصادي أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا. وبالرغم من صدور بيانات مؤخرا تفيد بأن الاقتصاد نما بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، لكن الأوضاع تبدو أكثر صعوبة خلال الأشهر القادمة في ظل تحذير مسؤولين حكوميين من موجة رابعة لفيروس كورونا خلال الخريف.